في حادث هز الجزائر بأكملها، انهيار لمنزل بشارع عمر إدريس والذي خلف وفاة سيدة وإصابة زوجها ونجليهما بجروح، وذلك تزامناً مع قيام جارهم بأشغال حفر. أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة بلمسيلة بفتح تحقيق ابتدائي في حادثة انهيار لمنزل بشارع عمر إدريس والذي خلف وفاة سيدة وإصابة زوجها ونجليهما بجروح، وعلى إثر انهيار لمنزل بشارع عمر إدريس حي الهضبة ببلدية بوسعادة، والذي أسفر عن وفاة امرأة وإصابة زوجها وولديها بجروح، وذلك تزامناً مع قيام جارهم بأشغال حفر. وأضاف البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة قد تنقلوا إلى مكان الحادث الأليم رفقة عناصر الضبطية القضائية المختصة إقليمياً، وبعد إجراء المعاينات اللازمة أمر بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجزائية بدقة للمتسببين في ذلك.